بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستكمل مع هذا الكتاب Mes apprentissages en français. كما نتكلم عن تعلماتي أو تعليمي، نتكلم هنا عن مي، نتكلم عن مجموعة تعلمات كما نقول en français. S'exprimer هذا فعل كما نقول عبر عن نفسه. S'exprimer. أما لو فيرب exprimer إلى أنك تعبر ثم تقول ما تشعر به، مثلا نقول exprimer sa colère. Exprimer مثلا sa colère، إذا يعبر عن قلقه. هنا عندنا الفيرب s'exprimer كما نقول أنه يعبر عن نفسه. Le premier paragraphe، إذا أول فقرة، qu'est-ce que c'est؟ طبعا تنعرفوا بأن هذا السؤال تطرح على الأشياء. ملي تنبغيو نسولو على شي حاجة تنقولو عليها كيسكوسي، نقول كيسكوسي ما هذا. أما في حالة السؤال على الأشخاص فنقول كياس، كياس يعني من يكون. نقول كي كياس، من يكون هذا كما نقول كياس. طبعا عندنا هنا كيسكوسي ما هذا. إذا طبعا كما تلاحظوا بأن عندنا أشياء هنا. سنبخون لبخون الإيماج. إذا أخذنا الصورة الأولى كيسكوسي، on va poser la question pour la première image. Qu'est-ce qu'on va dire؟ إذا ماذا سنقول؟ كيسكوسي ما هذا؟ إذا سنقول c'est un portail. C'est un portail. باب كبير. إذا نتكلم عن باب كبير، كالباب الذي يكون عند الشركات أو حتى عند بعض الفيلات إلى غير ذلك يسمى بوطاي. أما الباب الصغير فيسمى لا بورت. إذن لو بوطاي. إذن عندنا هنا لو بوطاي. كيسكو سي؟ سي لو بوطاي. إذن نتكلم عن الباب الكبير. أبخي غوغادي بيا لا فلاش. Regardez bien ici l'indication du flèche. Et là, il y a tige SM. Qu'est-ce que c'est? Toute l'image, bien sûr, représente une maison. Comme exemple, si nous prenons toute l'image, elle représente une maison. Et là, il y a une sora. Qu'est-ce que c'est? Une sora. Regardez bien la flèche. Et là, il y a une tige SM. Alors, qu'est-ce que c'est? La flèche indique la partie verte de la maison. Et donc, طبعا السهم يشير إلى الجزء الأخضر من المنزل. Alors, qu'est-ce que c'est? Et donc, هذا نقول c'est un toit عند الطفل الآخر. Et donc, نقول c'est un toit. أو نقول مثلا سي لو توا. سي لو توا إنه السقف. طبعا لو توا مقصود به السقف. أبخي هنا لا تخوازيام إيماج توجور أفيك لانديكاسيون دو فلاش، دائما مع اتجاه السهم. ألوغ كو بريزونت لانديكاسيون دو فلاش سو كي انديكي بيان سور إيسي سي سيت بارتي لا. ألوغ كيسكو سي؟ إذن ما هذا؟ كيسكو سي؟ سي لا سي لا شوميني. عندنا دوزو سي لا شوميني. إذن نتكلم عن المدخنة. حتى المدفاة تتسمى شوميني. إذن سي لا شوميني أو بيان سي اون شوميني. سي اون شوميني إذن هي مدخنة. أبخي هنا لا ديغنيغ إيماج كانديك لا فلاش أو بيان كيسكو سي. إذن إلى ماذا يشير السهم؟ أو نقول كيسكو سي ما هذا؟ سي لو غازون.
c'est le gazon. C'est le gazon. إذا نتكلم على العشب. C'est le gazon. Nous passons au deuxième paragraphe. Je dis où se trouve chaque personnage. Je dis où se trouve chaque personnage. Les cinq images, comme nous le voyons ici, on a la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Où se trouve, on a ici, le verbe se trouver. عندنا فعل تواجد. Alors, où se trouve, أين يتواجد. Chaque personnage. أين تتواجد كل شخصية. Prenons tout d'abord la première image. Où se trouve ce personnage. أين تتواجد هاد الشخصية. On se trouve ce personnage. الإشارة هنا كلمة personnage. طبعا نتكلم عن personnage كما عندنا هنا. المقصود به شخصية. لكن في اللغة الفرنسية نتكلم عن كلمة مذكرة. ماشي بحال كلمة person. كلمة person اللي تتعني شخص. نقول لا person. نتكلم عن شخص. هي كلمة مذكرة. كلمة شخص. لكن في اللغة الفرنسية كلمة شخص هي كلمة مؤنثة. On se trouve la grand-mère. On se trouve la grand-mère. أين تتواجد الجدة؟ إذا نقول la grand-mère se trouve devant son portail, maintenant son portail. Et donc tu vois juste un moment, bébé, son portail. La grand-mère se trouve devant son portail. Après, nous prenons la deuxième image. On se trouve ce personnage. أين تتواجد الشخصية. Il s'agit du chaperon rouge. Il s'agit du chaperon rouge. إذن يتعلق الأمر بالرداء الأحمر. يتعلق الأمر بمعنى آخر بصاحبة الرداء الأحمر. إذن ماذا سنقول؟ Chaperon rouge se trouve derrière l'arbre. Derrière l'arbre. Et d'un chaperon rouge, c'est le jet Khalfa Ashajara. Après, on a la troisième image. On se trouve la tortue. Où se trouve la tortue. أين تتواجد السلحفاة. إذا ماذا سنقول. La tortue se trouve sur. هل نقول sur ou bien sous. Qu'est-ce qu'on va dire. Est-ce qu'on va dire la tortue se trouve sur ou bien la tortue se trouve sous. طبعا sous مقصود به تحت. طبعا سو تكتب هكذا. إذا المقصود به تحت. S-O-I-S. إذا هذه تعني تحت. لكن سور تعني فوق. إذا ماذا سنقولون؟ La tortue se trouve sur le sur le tabouret. Sur le tabouret. La tortue se trouve sur le tabouret. السلحفاة تتواجد فوق هاد الكرسي بهذا الشكل. ممكن نتكلم عن لا شاز. لا شاز. لا شاز يعني الكرسي. نتكلم عن كرسي بهذا الشكل مثلا.
Après, on a la quatrième image. Où se trouve-t-il? Où se trouve-t-il? Aïna yatawajadouwa? Où se trouve ce personnage? Aïna tatawajad هذه الشخصية. طب نتكلم على القط. أكيد نتكلم على القط. Ou bien, on peut poser la question d'une autre manière. On va dire, où se trouve le chat? Où se trouve le chat? أين يتواجد القط؟ أما في حالة المؤنث نقول où se trouve la chatte? Où se trouve la chatte? Où se trouve? Où se trouve la chatte? أين تتواجد القطة؟ نقول le chat. Le chat se trouve sur le toit. Sur le toit. القط يتواجد فوق السقف. Le chat se trouve sur le toit. Et enfin, on a la dernière image où se trouve le chaperon rouge. Où se trouve le chaperon rouge? أين يتواجد الرداء الأحمر؟ المقصود أين تتواجد صاحبة الرداء الأحمر؟ أين تتواجد الطفلة الحاملة لهذا الرداء الأحمر؟ Où se trouve-t-elle? أين تتواجد هي؟ إذا سنقول ماذا؟ Chaperon rouge se trouve dans quel lieu, dans quelle place elle se trouve dans la forêt. Il y a une tétouage de filgaba. Tétouage de filgaba. Il y a un chapeau rouge, tétouage de filgaba. حتى لا نطيل نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.